إلى أهم مصادر من؟ الوهابية. الوهابية المعاصرة. ومن أهم مصادرهم ما هو معروف، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول، دار المؤيد، صفحة 428. التفتوا جيدا أعزائي، السؤال هذا يقول: إن الكثير من النساء بعد أدائهن لفريضة الحاج يسافرن إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول، فهل يلزم المرأة زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول، يعني قبر الرسول، أو يلزمها أحدهما أو لا يلزمها الاثنان؟ أفيدونا عن ذلك. التفت جيدا، جواب من أعزائي؟ التفتوا، من اللي دا يجيب؟ عبد الله، اللجنة الدائمة، عبد الله بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيف، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز، أعلام ومراجع ماذا؟ الوهابية. المؤسسة الدينية الوهابية. قال: ليست زيارة المسجد النبوي واجبة على النساء، هذا فيما يرتبط بالمسجد النبوي، ولا على الرجال، هم واجب جيد، بل سنة للصلاة فيه فقط. إلى هنا ما في مشكلة. ويجوز شد الرحال لذلك، وليست زيارة قبر الرسول واجبة أيضا، هم ما عندنا مشكلة، بل هي سنة لمن، بالنسبة لمن لم يتوقف ذلك منه على سفر. أما المسافر فهو سنة وليس بسنة. لا ليس. بسنة. نعم، أولئك الذين هناك إذا دخلوا فماذا؟ فليسلموا مرة. أما المسافر اللي يأتي من بلاد المسلمين لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الزيارة. لا يقصد القبر النبوي. وذلك للعبرة والاتعاظ إلى آخره، يقول: وكما يفعل ذلك كثير. أما إذا توقفت زيارة قبر الرسول أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها، فإذا سفر ماذا؟ سفر محرم. يعني أيها المسلمون اللي تقصدون زيارة القبر النبوي فسفركم ماذا؟ سفر حرام. فانظروا إلى مذهبكم، إن كان يرى المذهب أن سفر المعصية لا بد أن يتم الصلاة ولا بد أن يصوم، لا بد ماذا؟ أن تفعلوا ذلك. السؤال الثاني قال: يريد أن يزور المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل هل ذلك جائز أم لا. رقم السؤال 2506. قال: يجوز للمسلم أن يسافر، ولكنه ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي ونحو ذلك. هذا من السؤال الثاني. السؤال الثالث والرابع والخامس إلى آخره. إذن الإخوة يراجعون ماذا؟ الجزء الأول.